السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد على قناة أسرار النجوم. النهاردة هنتكلم عن الفنانة شيرين عبد الوهاب وجوزها الفنان حسام حبيب، وهنشوف أول ظهور لشيرين وحسام حبيب بعد رجوعهم لبعض في بيروت، وهنشوف شيرين بتحتفل بالكريسماس وبتستقبل العام الجديد بوصلة رقص مثيرة جدا مع جوزها في إحدى أماكن السهر في بيروت، وتعليق الجمهور حركتها مش طبيعية، دي شكلها سكرانة. هنعرف التفاصيل، بس قبل اي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك، وفعل زرار الجرس على كل الاشعارات، ضروري جدا جدا علشان كل جديد يجيلك لحد عندك. ما تنساش تقولي رأيك في موضوع الفيديو في الكومنتات. من وقت رجوع الفنانة شيرين عبد الوهاب لطليقها وجوزها السابق حسام حبيب في نص الشهر اللي فات تقريبا، وانتشر فيديو كتب كتابه من المرة التانية في كل مواقع التواصل الاجتماعي، ومن وقتها تقريبا اختفت شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب عن الظهور في الاعلام بشكل تام، ومبقاش حد بيتكلم عنهم خالص، لحد ما من ساعات قليله انتشر فيديو جديد للفنانه شيرين عبد الوهاب مع جوزها الفنان حسام حبيب اثناء وجودهم في بيروت واحتفالهم بالكريسماس وبدايه العام الجديد. وظهرت شيرين في الفيديو هي بترقص بطريقه هستيريه بشكل مثير جدا في احدى اماكن السهر في بيروت، وكان جوزها حسام حبيب قاعد جنبها. ومع انتشار الفيديو ده انهالت التعليقات على الفيديو، وجت تعليقات كتير عليه، ومن بين التعليقات دي تعليق بيقول حركتها مش طبيعية، دي شكلها سكرانة. وتعليق تاني قال مالك يا شيرين، انت سكرانة ولا ايه؟ وأثار الفيديو ده غضب كتير جدا من محب شيرين عبد الوهاب. وفي النهاية انا بشكركم جدا لانكم كملتوا معايا الفيديو لحد دلوقتي، على وعد بلقاء جديد. ولحد هنا يكون الفيديو خلص، لكن لسه اسرارنا ما خلصتش. استنونا في فيديوهات جديدة واسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم.